بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 92 من الكتاب الثامن، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الحربة. احنا قلنا ان المصلي ان كان اماما او منفردا يستحب له على سبيل التأكيد ولا يجب اتخاذ سترة حتى لا يمر احد بين يديه. يبقى سترة المصلي حكمها ايه؟ الوجوب ولا الاستحباب؟ الاستحباب. فهمت؟ يبقى يستحب انه يأخذ سترة له اذا كان ايه؟ منفرد او مأموم، هما او ايه؟ امام. طب المأموم ايه؟ المأموم سترته سترة امامه، يبقى يجوز المرور بين يدي المصلين المأمومين في الصفوف عشان تسد فرجة او تنصرف لتتوضأ ثم تدركهم او شيء من هذا. لكن لما يبقى واحد منفرد بيصلي لا تمر موضع سجوده، لا تمر ايه؟ في موضع سجوده. لكن لو بعدت عن موضع سجوده لا بأس ان تمر، كويس. ويستثنى من ذلك احوال، يستثنى من ذلك احوال عند المطاف في الكعبة. المطاف في الكعبة لما تيجي تصلي والناس بتطوف سيبهم يمروا قدامك، ما تمنعهمش. سيدنا عبد الله بن عمر كان يمنعهم، ما كانش يعرف الحكم، كان متصور ان ايه؟ ان الانسان يمنع اي واحد في اي مكان ما يجراش حاجه، ما وصلوش الحديث، فهمت؟ فكان سيدنا عبد الله بن عمر اي واحد يمر امامه سواء في الكعبه في اي حته يمد ايده يمنعه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اجاز المرور بين يدي المصلي في المطاف. فانت وانت بتصلي ركعتين سنه الايه؟ الطواف، تسيب الناس تمر قدامك، ما فيش مشكله، حتى لا تخي في المطاف، فهمت؟ يبقى في مسجد الكعبة لا يجب اتخاذ السترة ولا يستحب ولا تمنع أحد يمر أمامك. وقاس عليه بعض العلماء، وأنا منهم على فكرة، ومش مذكور في كتب الفقه، كل مسجد ازدحم وزاد الزحام سقط حكم النهي بين المرور بين المصلي حتى لا يزداد التزاحم. اما تيجي تلاقي نفسك في الروضة الشريفة عند النبي وهتلاقي الناس في مسجد النبي مزدحمين، هتقف لحد ما الناس تخلص صلاة ان شاء الله مش هتعرف تزور ولا هتتحرك ان شاء الله. لكن طالما ازداد الزحام زي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، زواره ما شاء الله كتير، وامة النبي كلها بتحب النبي، مع ان الوهابية قاعدين بقالهم 200 سنة يقولوا للناس ما تزوروش النبي، وكل سنة الناس بتزداد، واخد بالك؟ والحمد لله، لان حب النبي ده فطره في قلب كل مسلم، حاجه عجيبه، علاقه عجيبه بين النبي وبين اتباعه، ما شفناهاش بين امه ونبيها غير في المسلمين. هات لي انت واحد يهودي مدح سيدنا موسى، ما شفناهاش دي، لم ينقل انهم كانوا يقفوا كده يمدحوا سيدنا موسى ويتغنوا بمدح سيدنا موسى، او يمدحوا سيدنا عيسى ويتغنوا بمدحه، او يمدحوا سيدنا نوح ويتغنوا بمدحه، أو سيمدحوا سيدنا إبراهيم ويتغنى، محدش إلا النبي. أمته دي عجيبة، تتغنى بمدحه ليل نهار، واخد بالك؟ وتشتاق إليه ليل نهار، وتتمنى البقاء معه، ولو فتحوا لهم القبر وهم أحياء عايزين يخشوا، وهم أحياء يتمنوا إن هم يدفنوا بجواره وهم أحياء. والله لو فتحوا القبور هناك وقال لك احنا هنفتح البقيع للي يجي يدفن للناس هتروح داخله وهي احياء، نقول لهم احنا عايزين اهو بالدور. يعني امه عجيبه غريبه في علاقتها بنبيها، ما شفناش امه زي هذه الامه تحب نبيها حب عجيب، حب فطري،
حتى عتاة أهل المعاصي من المسلمين يغير على النبي أكتر من غيرته على مراته وعلى أولاده. فما بالك الطائعين، إذا كان الخمرجية من المسلمين والمجرمين من المسلمين بيحبوا النبي هذا الحب، فما بالك بقى الصالحين. فعلاقة غريبة عجيبة أنا لم أجدها من خلال قراءاتي على مدى 40 سنة إنها موجودة في أمة غير أمة المسلمين، ودي من خصائص المسلمين، مدح نبيهم، حب نبيهم، التفاني في حبه والإخلاص له، طائعهم وعاصيهم سواء في الحب. فدي أمة غريبة عجيبة، ما ينفق ملايين يا أخي على مدى 200 سنة الوهابية يقولوا للناس ما تزوروش النبي، وسبحان الله مسجد النبي ليل نهار طول العام طول العام، بعد كل صلاة تلاقي وفود داخلة تزور النبي كل بعد كل صلاة، واخد بقى، علشان تشوف ان دي فطرة، فطرة في نفوس المسلمين. والله لو اديتهم اموال الدنيا علشان ما يروحوش يزوروا النبي يقول لك لا انا اروح ازور النبي مش عايز المال بتاعك ده. حتى ان فطرة المسلمين المصريين بالذات لما يجي له الحج ويطلع دوره في الحج ويطلع في القرعة ما يقولكش انا رايح حج، يقول لك انا رايح ازور النبي. ازاي؟ يقول لك انا رايح ازور النبي. وتملي لما يجي يدعو البعض ما يقولش يا رب تحج، يقول له يا رب تزور النبي. مش ملاحظين الحكايه دي؟ في حاجه عجيبه، مع ان الحج فرض وزياره النبي ايه؟ مستحبه. الا ان من فرط الحب جعل المستحب فرض. فهمت ازاي؟ من فرط حبه للنبي جعل زياره النبي تعدل الحج بل تفوقها. فهمت بقى ازاي؟ فعلى اي حال يبقى المساجد الجديدة الزحام زي مثلا المسجد النبوي الشريف ما تمنعش حد يمر بين يديك. ليه؟ لانك انت لو منعت هتمنع الزيارة والحركة، هتبقى صعبة. قياسا على ايه؟ على مسجد الكعبة. هو ليه ربنا اباح لنا اننا نمر بين يدي المصلي في مسجد الكعبة؟ علشان الزحام، من اجل الزحام ومن اجل ايه؟ تيسير حركة الطواف. طب ما هي نفس العلة دي موجودة في مسجد النبي الوقت من الزحام، وبالتالي يبقى لما تيجي تمر في مسجد النبي أو بتصلي ما تمنعش حد يمر أمامك من الزحام، كله حبايب النبي جايين، هتمنع حبايب النبي يخشوا على النبي؟ فهمت بقى؟ وكذلك من صلى في الممرات، أي واحد يصلي في الممر اللي يخرج للمسجد أو يدخل المسجد لك أن تمر بين يديه. إيه اللي خلاه يصلي في الممر؟ واحد جاء عند باب الجامع في الممر، الله اكبر، وقف يصلي تحت مسجد. طب وانا هدخل ازاي ان شاء الله؟ ادخل بقى ما يهمكش. فهمت ليه؟ لانه هو الذي قصر في المكان الذي اختاره. يبقى اذا زاد الزحام زي بعض المساجد يوم الجمعه، بعض المساجد يوم الجمعه هتلاقيها تزدحم والناس كلها عايزه تنصرف، يجي واحد بقى يقف يصلي هيوقف الجامع كله؟ لا، يمر خلاص ويروح. فهم؟ يبقى دي نقطه قل من نبه عليها في كتب الفقه الحته دي، خد بالك، قل من نبه على هذا المعنى في كتب الفقه. وبنشوف ناس وفقهاء واقفين في الروضة الشريفة تيجي تمر قدامه يروح منعك كده ودعفعك. طب وليه تدفعني؟ طب ما انا جاي لحبيبي. الله، والدنيا زحمة، هقف انا استناك. طب ما على ما استناك انت تخلص هيجي واحد تاني يصلي، على ما استنى اللي بعديه هلاقي تاني واحد يصلي، ان شاء الله هفضل واقف لحد ما يتنقض وضوئي، وبعدين انا اروح اتوضى وارجع تاني الاقي واحد بيصلي لحد ما يجي ميعاد الطيارة بعد اسبوع ولسه ما دخلت الظهر. ما ينفعش كده. فهمت بقى ازاي؟ باب الصلاة الى الحربة. كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا لما يبقى في البرية او في الغزوات او في السفر بيصلي في الفضاء، فكان يغرس حاجة اسمها عنزة، خشبة اخرها ايه، حتة حديدة رمح، يغرزها كده يصلي اليها، يعملها سترة. واحيانا ما يبقاش معاه العنزه، يقوم ايه، يجيب حربه زي رمح كده، يروح غرزه كده ويصلي اليه. كويس. باب الصلاه الى الحربه باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام البخاري في صحيحه الحديث 97 بعد 400، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها، ليصلي إليها علشان يجعلها سترة له، ثم هو يصير سترة لمن خلفه صلى الله عليه وسلم، كما أنه هو سترنا من النار صلى الله عليه وسلم.
فهو إمامنا في كل حاجة صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة إلى العنزة. العنزة مكان الحربة. العنزة قلت لك عبارة عن خشبة آخرها حتة حديدة. وعن أبي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. الهاجرة اللي هو وقت الظهر. الهاجرة اللي هو وقت الظهر. والتبكير لصلاة الظهر يسموه التهجير. التهجير. والإمام السيوطي له رسالة بيثبت أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو علمتم ما في التهجير والصف الأول والأذان ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا علي لاستهمتم علي، يعني من الفضل يعني. فالإمام السيوطي عنده الصلاة الوسطى إيه؟ صلاة الظهر. ده رأي الإمام السيوطي ومؤلف لها رسالة. فاختلفوا في الصلاة الوسطى، أنت تحافظ على كل الصلوات. بعض العلماء قالوا الصلاة الوسطى صلاة الصبح، وبعضهم قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وأنا أميل لهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. واخد بالك؟ لكن إيه؟ تحافظ على كل الصلوات. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء. وضوء بفتح الواو يعني ما يتوضأ به، يعني ماء. فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. يعني كل بقى من يمر. ليه بقى؟ لأن في حديث إن المرأة والحمار والكلب يقطع الصلاة. فهمت؟ فهو بيقول لك هنا إن هم ما كانوش يقطعوا صلاته لأنه كانوا يمروا من وراء العنزة وليس بين العنزة وبينه. ده من وراء يعني بعيد بعيد عنه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة. والإداوة اللي هي إيه؟ إناء صغير من جلد يوضع فيه ماء للوضوء أو لإيه؟ للاستنجاء أو للشرب. إحنا دلوقتي في زماننا بنسميها إيه المصريين؟ زمزمية. بيقولوا عليها إيه؟ زمزمية. الإداوة دي ومعنى إداوة. طب ليه المصريين يقولوا عليها زمزمية؟ لأن المصريين عموما طبيعتهم ما يشيلوش مية وهم ماشيين، ده النيل عندهم. طبيعتهم لما يمشوا يسافروا ما بيشيلوش معاهم مية. فهمت إزاي؟ المية متوفرة في مصر طول عمرها. لما دوسوا النيل بقينا نمشي بالمية المعدنية اللي هي أصلا ملوثة برضه. وما بتتباع أساس كده، وهي لو بحثت عنها تلاقيها ملوثة زي النيل برضه. لكن ربنا ينجينا. لكن كان زمان الناس ما تمشيش ماشي بيسافر جوه مصر يشيل ميه ليه؟ الميه موجوده في كل حته، فاهم؟ لكن اللي شايل ازازه فيها ميه في مصر يبقى دي زمزم. فاهم تبقى ازاي؟ ليه لوقت توفر ماء النيل؟ عشان كده المصريين اي واحد بس اناء فيه ميه يبقى يسموه زمزميه، يعني فيها زمزم على طول، اصبحت ايه؟ منتشره بهذا المعنى. اللي هي كانت اسمها الاداوه ايام النبي بقى، يعني يحطوا فيها ماء عشان يتوضا لو احتاج وضوء وهو ماشي في الصحراء. ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة، يعني عشان يتوضأ يعني. باب السترة بمكة وغيرها. حتى مكة اللي هي فيها الكعبة برضو تتأخذ السترة لو صليت في البطحاء بتاعتها، يعني في إيه؟ في خارج المسجد. وعن أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين يعني قصر، ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه، يعني ايه؟ يتمسحون بالماء اللي نازل من اعضائه ياخدوه ويتمسحوا به تبركا، دل على جواز التبرك بآثار الصالحين احياء وامواتا. طب وامواتا جبتها منين؟ النبي كان يوزع شعره بعد ما يعمل العمرة ويحج ويحلقه يوزعه للصحابة، وفضل الصحابة محتفظين بشعر النبي بعد وفاته بيتبركوا بيه برضه. يبقى التبرك بآثار الصالحين أحياء وأموات.
وربنا قال للبني اسرائيل ايه؟ وان آية ملكي ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. يعني هيجيب لهم اثار من سيدنا موسى وعصا سيدنا موسى وبعض حاجاته متعلقاته الشخصية في تابوت تحمله الملائكة، يقوموا يرفعوه في السماء وهم داخلين على الجبابرة، يقوم ربنا ينصرهم ببركة هذه الاثار. يبقى الاثار يتبرك بها سواء في حال حياة الصالح او بعد وفاته، فما فيهاش اشكال عندنا، لكن فيها اشكال عند الوهابية، ربنا يحلها لهم ان شاء الله. باب الصلاة الى الاسطوانة. الاسطوانة اللي هي زي السارية كده اللي بتبقى موجودة في في جوه الروضة الشريفة، هناك في اسطوانة كده اسمها اسطوانة عائشة، وفي اسطوانة التوبة، وفي اسطوانة السرير، في اسطوانات كده ليها مسمى هناك في في الروضة الشريفة. وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. يعني اللي عايز يصلي يصلي إلى سارية يتخذها سترة، واللي عايز يقعد يتحدث يتحدث ويسيب مكان السواري دي فاضي لغيره يجي يصلي إليه، لأن دول أولى. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها، عشان يتخذها سترة يعني. وعن أبي قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، اللي يسموها الوقت أسطوانة عائشة، كان النبي يصلي سننه فيها عندها، كل نوافل النبي في الغالب كان يصليها عندها. عشان كده سيدتنا عائشة قالت: إيه لو علمتم ما في هذه ما عند هذه الاسطوانة من فضل لتقاتلتم عليها، فسموها اسطوانة عائشة. وعن أبي قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، يعني يتسابقون إلى السواري أول ما الأذان يأذن للمغرب عشان يصلوا ركعتين تحية المسجد أو السنة القبلية على ما ينتهي الأذان، يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لصلاة المغرب. فكانوا أول ما يسمعوا أذان المغرب كل واحد ياخد له اسطوانة يصلي ركعتين خفيفتين، بحيث لما يخرج النبي يصلي بيهم يكونوا هم أتموا ركعتي قبل المغرب لمن شاء، لأن النبي قال على ركعتي المغرب لمن شاء، جعلها متروكة للمشيئة وليست سنة مؤكدة. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. يجوز انك انت تصلي بين السواري في غير جماعة مع الكراهة، مع الكراهة، والاولى انك انت تصلي الى سارية بس. لكن لو صليت صلاتك صحيح، الصلاة صحيحة ما فيهاش شيء، بدليل ان النبي لما دخل الكعبة صلى بين السواري، فاهم؟ يبقى اذا ضاق المكان ممكن تصلي بين السواري برضو حتى ولو منفرد، زي في المسجد النبوي الشريف او المساجد المزدحمة ممكن تصلي بين السواري، ما تقولش وانت منفرد وكل حاجة. ليه؟ لانه علشان تنتظر لما تفضى مكان سارية، مش هتصلي ان شاء الله من الزحام، فصلي حيثما تيسر بك. لكن لما يبقى لك اختيار فالاولى انك انت لا تصلي منفردا بين ساريتين، اذا كان لك نوع اختيار كويس، ده الاولى. اما في الجماعة فمراعاة تقارب الصفوف أولى من عدم من تجنب الصلاة بين السواري. مراعاة تقارب الصفوف أولى من تجنب الصلاة بين السواري. يعني لو تجنبت الصلاة بين السواري يؤدي إلى تباعد الصفوف، فتقارب الصفوف أولى. فهمت بقى ازاي؟ لماذا؟ لأن تقارب الصفوف يؤدي إلى الخشوع، والخشوع يعتبر من أركان الصلاة عند مش عند الفقهاء، عند أهل السلوك.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في إيه؟ صلاتهم خاشعون. لكن لما كان الخشوع محله خفي لم يتكلم عليه الفقهاء كثيرا، فالصلاة قد تصح مع غير خشوع، لكن عشان تكون مقبولة لابد من الخشوع. فالخشوع ركن من أركان قبول الصلاة لا من أركان صحة الصلاة. وتقارب الصفوف يؤدي إلى الخشوع، تباعد الصفوف يؤدي إلى التشويش، لأن كلما ازداد مجال الرؤية أمامك وأنت تصلي كلما زاد التشويش، وكلما تقاربت الصفوف كلما كان الإنسان حاله مجموع، فهمت؟ وبالتالي التشويش ضد الخشوع، فما يؤدي إلى الخشوع أولى من تجنب الصلاة بين الأعمدة وهو تقارب الصفوف. باب الصلاة بين السواري في غير الجماعة. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت اللي هو الكعبة وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة اللي هو الحجبي وبلال، ده كان في فتح مكة، فأطال ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين، يعني يدخل من الباب ويمشي كده يخلي عمودين على يمينه وعمود على يساره ويصلي إلى الجدار الذي في مقابل مواجهته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه. باب. وعن أبي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فيه. قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. يعني ممكن تتخذ أي شيء سترة، أي شيء ستر. باب الصلاة إلى الراحلة. الراحلة ما يوضع على ظهر الجمل يسمى راحلة، وما يوضع على ظهر الفرس يسمى سرج، وما يوضع على ظهر الحمار يسمى بردعة. كويس. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير. البعير اللي هو الجمل اللي عليه رحل يسموه بعير. والشجري، وممكن تتخذ شجرة كده كأنها سارية تصلي إليه. والرحل. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب، يعني قامت، قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته اللي هي مؤخر الرحل، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. باب الصلاة إلى السرير. يعني ممكن يبقى واحد نايم في سرير والمكان ضيق تصلي إلى السرير، تجعل السرير أمامك، لأن كان حجرة النبي كانت ضيقة، وكانت سيدتنا عائشة تصلي، كان النبي يصلي وسيدتنا عائشة نائمة أمامه كالجنازة، تقول كنت أنام أمامه كالجنازة. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت عدلتمونا بالكلب والحمار، يعني جعلتم من المرأة تقطع الصلاة كالكلب والحمار، عدلتمونا معاشر النساء يعني بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن
أسنحه أسنحه أو أسنحه. عارف سنح يعني إيه؟ عرض لك. سنح يعني ظهر لك. وحتى واحد المصريين في العوام يقول لك إيه؟ وريني سحنتك، يعني وريني وشك، مش كده؟ سحنة، سحنة يعني إيه؟ ظهر. فهمت؟ يبقى إيه؟ فأكره أن أسنحه يعني أستقبله ببدني وأعرض له، واخد بالك إزاي؟ وأظهر له يعني. يبقى سنح معناه ظهر. فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير، فمن قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. تقوم تسحب نفسها بالتدريج كده إيه، بحيث إنها تخرج من ناحية إيه؟ قدم السرير يعني. باب يرد المصلي من مر بين يديه. لو حد بقى مر بين يديك امام مكان سجودك، لك انك انت ترد او تنبهه طالما المكان متسع علشان يبعد ويمشي في مكان تاني. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة. ورد ابن عمر في التشهد يعني في الصلاة يعني، وفي الكعبة، حتى الكعبة كان يرد، واحنا قلنا مستثناء. وقال إن أبي، وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. يعني اللي أنت بترده ده لو مصمم ادفعه بشدة يعني. تقاتله مش تقتله يعني، تقاتله يعني تدفعه بشدة يعني. وعن أبي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم بن أبي إياث قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط اللي هو الوليد بن أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأول، فنال من أبي سعيد، نال منه يعني قال له إيه ده بتضربني ليه كده يعني، زعل منه يعني، ادي نالة يعني ما عجبوش يعني. فنال من ابي سعيد ثم دخل على مروان، وكان مروان ساعتها امير المدينه، راح يشتكي لامير المدينه، الجدع ده بيضربني في الجامع. واخد بالك؟ راح يشتكينا. فشكى اليه ما لقي من ابي سعيد، ودخل ابو سعيد خلفه على مروان، فقال ما لك ولابن اخيك يا ابا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. باب إثم المار بين يدي المصلي. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. يعني لو يعلم المار بين يدي المصلي من الإثم ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40، يعني يقف 40 إيه؟ 40 يوم، 40 ساعة، 40 دقيقة، 40 إيه؟ متروكة كده بلا تمييز حتى يكون إيه؟ دليل على المبالغة يعني. خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. ونقف على باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا،
وفقنا يا ربي نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.